يا عمو. ايش يا حبيبي؟ وقت السكتيزة. طب اصبر يا عمو شوية ولا نجيك يا عمو، بس عشان وضع صعب يا حبيبتي. يا ما بالمتلين. طب انت 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 يا عمو هلقيت اطفي جوالك يا حبيبي، عشان لما تليل تدوي كشافك يا عمو. انت هلقيت قمت حالك من الراديو؟ قمت ايه؟ مطولين والله يا عمو، ما مطولين والله يا عمو. روحي عندك يا حبيبتي، بس اصبري على حالك يا عمو، الوضع صعب عندك يا حبيبتي. انت تحركتي من غاد؟ انت تقريبا طلعت. طب كويس عمو. هلقيت في حاجه حواليكي؟ في حاجه حواليكي؟ في اصوات. طيب ضربنا مسحنات كتب. مش سامع. ثواني. الله على الجوال يا عم، ليش عملت تعليق يا ابا؟ حطيق انا يا ابا. يا ابا والله رجع لك الشبكه، افصل ورجع لي. ارجعي لها انت. عمو شو قلت لك؟ طيب قلت انت عمو تخليش تليل علي. انقطع الاتصال تقريبا لحد الساعه 2 من صباح يوم الاثنين، واحنا كنا نتواصل معهم ما فيش اي استجابه نهائيا. الساعة 2:30 تقريبا وصلتنا رسالة من بنت اخويا اللي في حلا، بتقول انه انا موجود تحت الانقاض وبجواري ابويا واخواتي وامي مستشهدين، وانا تحت الانقاض مش قادر اطلع من المكان، وبتستنجد يعني، بتستغيث يعني، تطلب المساعدة.